بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، طلبتنا الأعزاء، فموضوع درسنا لهذا اليوم عن وحدة جديدة من وحدات مادة مهارات الاتصال، اللغة العربية المشتركة، المستوى الرابع، الفصل الدراسي الثاني، يعني هذا لجميع الفروع. درسنا اليوم هو الوحدة 11، عنوان الدرس أو الوحدة كاملة عنوانها قلب نبتة، عنوانها قلب نبتة. الآن النقطة المهمة التنسيق، كما ترون هنالك مشكلة، أنا الوحدة التي قبلها دخلت معها لا يوجد مشكلة، لكن هذا مشكلة في تنسيق الدوسية على السمارت بورد، لكن نحن الآن يهمنا الكلام المكتوب أنه واضح. إذن درسنا بعنوان قلب نبتة، قلب نبتة. عنوان النص الذي بين أيدينا رسم القلب، إذن النص الذي بين أيدينا عنوانه رسم القلب. نوع النص الأدبي قصة قصيرة. إذن نحن سابقا أخذنا مقالة، وأخذنا أيضا مقالة، وأخذنا قصائد شعرية. درسنا لهذا اليوم نوعه قصة قصيرة، قصة قصيرة. عندما نقول قصة قصيرة لابد أن يتبادر إلى أذهاننا عناصر القصة. فأولاً دعونا نتعرف على الكاتب الذي كتب هذه القصة، التعريف بالكاتب، وبعد ذلك نتحدث قليلاً عن جو النص، ثم نبدأ معكم بتحليل هذه القصة. إذن قصة قصيرة، الكاتب هو جمال ناجي. إذن اسم الكاتب الذي كتب هذه القصة هو جمال ناجي. جمال ناجي هو روائي وقاص أردني، إذن روائي وقاص أردني، عضو اتحاد الكتاب العرب، عضو اتحاد الكتاب العرب، إذن هو يشكل عضو لاتحاد الكتاب العرب، وهو رئيس سابق لرابطة الكتاب الأردنيين، رئيس سابق لرابطة الكتاب الأردنيين، نال عدة جوائز محلية وعربية، كان آخرها جائزة الدولة التقديرية للأدب عام 2015. إذن نال عدة جوائز سواء كانت محلية أو عربية، كانت آخر جائزة قد نالها جائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2015 ميلادي، وجائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع الأدبي عام 2016. إذن جائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع الأدبي عام 2016. طيب، وله مجموعة من الأعمال الأدبية ترجم عدد منها إلى لغات أجنبية، ومن رواياته، يعني من أهم، انتبهوا، هذه أهم أعماله. إذن هو عنده روايات وعنده مجموعات قصصية، الرواية تختلف عن القصة. من رواياته، الرواية الأولى الطريق إلى بلحارث، الطريق إلى بلحارث، وأيضا مخلفات الزوابع الأخيرة، مخلفات الزوابع الأخيرة، وأيضا له رواية عنوانه عندما تشيخ الذئاب، عندما تشيخ الذئاب. ومن مجموعاته القصصية، يعني المؤلفات القصصية، هي عبارة عن قصص، رجل خالي الذهن ورجل بلا تفاصيل، رجل بلا تفاصيل، وما جرى يوم الخميس التي أخذت منها هذه القصة. إذن القصة التي بين أيدينا قلب نبتة أخذت من المجموعة القصصية التي عنوانها ما جرى يوم الخميس. إذن هذه القصة التي بين أيدينا أخذت من مجموعة قصصية هي ما جرى يوم الخميس، ما جرى يوم الخميس. طيب، الآن جو النص، يعني الأفكار الموجودة داخل القصة التي سوف نقوم بدراستها. يصور القاص في قصة رسم القلب العلاقة التي نشأت، إذن يصور العلاقة التي نشأت بينه وبين نبتة تشبه رسم القلب، يعني تشبه هذا الشكل، النبتة التي نتحدث عنها تشبه هذا الشكل. إذن مرة أخرى، يصور القاص في قصة رسم القلب العلاقة التي نشأت بينه وبين نبتة تشبه رسم القلب، أهداها إليه صديقه لشفائه، يعني لأنه من اللي شفي؟ الكاتب، مش الصديق، الكاتب شفي، فصديقه جاب له هدية، هاي النبتة من المرض. ويبرز في القصة عنصر الصراع بين القاص والنبتة. إذن من طرفي الصراع في القصة؟ هما القاص والنبتة، طرفي الصراع هما القاص والنبتة، أو طرفا الصراع هما القاص والنبتة. في حبكة قدمها القاص بضمير المتكلم. إذن ما الضمير المستخدم في الحبكة في قصتنا؟ ضمير
المتكلم، ضمير المتكلم. طيب الآن لماذا استخدم ضمير المتكلم؟ يعني علل. لاحظوا السؤال، قد يأتيني السؤال على صيغة علل، لماذا ضمير المتكلم؟ لتكشف مسؤولية الإنسان في تحقيق السعادة لنفسه ولمن حوله. إذن أخذنا سابقا في درس سابق الكلمة الحلوة أنها تأتي بالسعادة للناس، وأيضا هنا نتحدث عن قصة قصيرة تكشف لنا أن الإنسان هو المسؤول عن تحقيق السعادة لنفسه ولمن حوله. إذن لماذا قدم القاص القصة بضمير المتكلم؟ لتكشف لنا مسؤولية الإنسان في تحقيق السعادة لنفسه ولمن حوله، يعني هو يتحدث عن نفسه وبالتالي استخدم ضمير المتكلم. طيب تلك السعادة التي تتمثل في أن يترك الإنسان الآخرين يمارسون حريتهم. إذن السعادة تتمثل لدى الإنسان أحياناً أو لدى الآخرين أن تتركهم يمارسون حريتهم، وأن تتقبلهم، أن يقبل الآخرين كما هم ويتكيف معهم ولا يتسرع في اتخاذ قراراته. إذن مرة أخرى، القصة تكشف مسؤولية الإنسان في تحقيق السعادة لنفسه ولمن حوله، لذلك استخدم فيها الكاتب ضمير المتكلم. وطرفي أو طرفا صراع في القصة هما القاص والنبتة، القاص والنبتة. الآن السعادة تتمثل في أن يترك، إذن أن يترك الإنسان الآخرين يمارسون حريتهم. إذن بماذا تتمثل السعادة كما يرى الكاتب في جو النص؟ تتمثل في أن يترك الإنسان الآخرين يمارسون حريتهم، ثانيا أن يقبل الآخرين، ثالثا يتكيف معهم، رابعا لا يتسرع في اتخاذ قراراته. إذن بماذا تتمثل السعادة؟ مرة أخرى السؤال، كما يرى الكاتب في جو النص تتمثل في أولا أن يترك الإنسان الآخرين يمارسون حريتهم، هذا أولا، أن يقبل الآخرين ويتكيف معهم، هذا ثانيا، ثالثا ألا يتسرع في اتخاذ قراراته، ألا يتسرع في اتخاذ قراراته. نبدأ معكم الآن بتحليل المقطع الأول من هذه القصة، ونتناول بعد ذلك الأسئلة التي تخصها من الكتاب والأسئلة التي تفيدنا في هذا التحليل. إذن كما تلاحظون نحن قد قسمنا القصة إلى مقاطع، مقطع أول، ثاني، ثالث. وكما تلاحظون في القصة التي بين أيديكم الآن، أنا كنت كثيرا أسأل في موضوع التعبير عن كيفية أو آلية كتابة القصة. كما ترون الشكل الهندسي للقصة هو مثل المقالة، نبتعد بمقدار كلمة عن بداية السطر، بين كل فقرة وفقرة نترك فراغ حتى نبين الفقرات، وهكذا. يعني هي لا تختلف كثيرا، لكنها تختلف فقط في أنه لا بد أن تحتوي على عناصر القصة، وهي شخوص، زمان، تسلسل أحداث، سرد مكان إلى آخره من الأشياء التي إن شاء الله سوف نتناولها في هذه القصة. المقطع الأول، أعرف لماذا ضاق صدري بتلك النبتة التي تحدت وحدتي واقتحمت حياتي، وأعرف لماذا ساءت علاقتي بها إلى ذلك الحد المخجل. لا بد لي من أن أبرئ صديقي حسني. إذن ما اسم صديقه الذي أهداه النبتة؟ اسمه حسني. حسني هذا عرف إنه هذا صاحبه قد ما يعني شفي من مرضه، فأحضر له هذه النبتة كهدية بمناسبة شفائه. إذن لا بد لي من أن أبرئ صديقي حسني الذي أحضرها، يعني هو يرى إنه هذه النبتة قد اقتحمت حياته، شبه النبتة بإنسان أو شخص قد تحداه، اقتحمت حياته. أعرف لماذا ضاق صدري، مرة أخرى أقرأ، بتلك النبتة التي تحدت وحدتي واقتحمت حياتي، وأعرف لماذا ساءت علاقتي بها إلى ذلك الحد المخجل. لا بد لي من أن أبرئ صديقي حسني الذي أحضرها بمناسبة شفائي من مرضي. إذن ما سبب إحضار هذه النبتة؟ بمناسبة شفائه من مرضه، فأنا لم أكرهها بسبب ذلك الصديق، فأنا لم أكرهها بسبب ذلك الصديق الذي تعاطف معي. يعني هو جابها عشان إنه متعاطف معي، لأني أنا شفيت من مرضي فجاب لي إياها كهدية، وزارني في بيتي مصطحبا تلك النبتة بلفافتها الشفافة. لفافتها يعني هو لاففها بإشي شفاف، لفافتها الشفافة بمعنى شيء تلف فيه الهدايا أو شيء يلف فيه، وكانت شفافة، يعني اللفافة كانت شفافة. طيب
صحيح أنه هو الذي اختار لها ذلك المكان أسفل جدار الغرفة. يعني حسني عندما أحضر النبتة صحيح أنه الهاء عمي بتعود على حسني، هو أيضا على حسني. الذي اختار لها، الهاء عمي بتعود في لها على النبتة، ذلك المكان أسفل الجدار أو أسفل جدار الغرفة، ووضعها فيه. الآن فيه الهاء عمي بتعود على أسفل الجدار، أسفل جدار الغرفة. بعد أن نزع عنها لفافة الورق والشبر، يعني الشبر اللي هو الشبر الأحمر اللي بيكونوا حاطينه ورابطينه على أساس أنه هاي هدية أو أي لون كان، يعني المهم أنه شبر. وصحيح أنه شرح لي بحرصه المعهود، يعني كان حسني معتادا أن يشرح لصديقه تفاصيل كل شيء، فالآن ويعطيه الأشياء وكأنه يملي عليه، يعني دير بالك بتعمل هيك، بتحافظ عليها هيك، مش تتركها، مش تعمل مش عارف إيش إلى آخره. إذن بعد أن نزع عنها لفافة الورق والشبر، وصحيح أنه شرح لي بحرصه المعهود وبما يشبه الإملاء، الإملاء يعني أن يملي عليه، يعني الفرض، الإملاء الفرض، يملي عليه ما يفعل بمعنى يفرض عليه مهام رعايتها التي أتعبتني فيما بعد. إذن أعطاه مهام بمعنى أشياء يجب أن يقوم فيها، رعايتها التي أتعبتني، يعني حكى له دير بالك بدك تفتح الشباك الصبح مثلا بدك تحطها على الشباك تشمسها ممكن، بدك تسقيها ممكن، بدك تنكش التراب الموجود تحتها وهكذا. يعني أعطاه أشياء إنه لازم يعملها مع هاي النبتة حتى تظلها عايشة، إلا أنه لم يكن سببا في العداء الذي نما بيني وبين تلك النبتة بأوراقها التي تشبه رسم القلب. إذن هل كان حسني هو السبب في العداء الموجود بينه وبين النبتة؟ لا، هو يبرئ حسني الآن من أنه هو السبب في العداء، لذلك قال سابقا أيضا لابد لي من أن أبرئ صديقي حسني، والآن يؤكد على أنه قد برأه. إذن إلا أنه لم يكن سببا في العداء الذي نما بيني وبين تلك النبتة بأوراقها التي تشبه رسم القلب. في البداية لم أشعر بضرورة وجود علاقة حب أو بغض بيني وبينها، يعني هو ما كان بيعتقد أنه لازم يكون بحبها أو بيكرهها، بتحبه أو بتكرهه إلى آخره. طبعا لاحظوا هنا يشخصن أو يشخص هذه النبتة ويجعلها كأنها شخص يربطه به علاقة حب، علاقة حب. في البداية لم أشعر بضرورة وجود علاقة حب أو بغض بيني وبينها، فقد رأيت فيها مجرد واحدة من موجودات الغرفة. يعني الغرفة تحتوي على عدة أشياء مثل الكرسي والطاولة والمدفأة والخزانة أو حتى إطارات الصور على الجدار. إذن موجودات الغرفة، لاحظوا هنا عنصر المكان يظهر، وقبل قليل في حياتي عنصر الزمان وهكذا. إذن لاحظوا، إذا سألني مثلا إنه غرفته تتكون من ماذا؟ عدة أشياء، من هذه الأشياء كرسي، طاولة، مدفأة، خزانة، إطارات الصور على الجدار. إذن إطارات الصور، يعني الصور التي على جدرانه معلقة كان لها إطارات، الإطار الخارجي مربع أو مستطيل أو بغض النظر عن شكله. غير أنني بعد أيام تنبهت إلى ما يثيره صمتها من السأم في نفسي، السأم يعني الملل والضجر. إذن غير أنني بعد أيام تنبهت، يعني انتبهت، إذن تنبهت يعني انتبهت إلى ما يثيره صمتها من السأم في نفسي. ما الذي يجذبني إلى مجرد نبتة مسمرة مثل التماثيل النحاسية أو البلاستيكية؟ إذن مسمرة يعني ثابتة، لاحظوا زي كأنها مسمار ثابت في الجدار، فهي مسمرة بمعنى ثابتة، واقفة لا تتحرك وهكذا. إذن لا، ما الذي يجذبني يعني يجذبني بمعنى يشدني إلى مجرد نبتة مسمرة مثل التماثيل النحاسية؟ تعرفوا التماثيل، تمثال نحاسي، لحصان، لأسد، لا أشكال مختلفة، أو البلاستيكية، تحملق. ما معنى تحملق؟ تحملق بمعنى تمعن، تدقق النظر، يعني
بتجح بتجحر بتتفرج إلى آخره. إذا تحملق بمعنى تنظر بتمعن في سقف الغرفة القاتم. إذا في سقف الغرفة القاتم، قاتم يعني مظلم، يعني وكأنه النبتة أوراقها هيك واقفة، فزي كأنه الأوراق قاعد بتتفرج على السقف المظلم، بس هاي شغلتها هو من وجهة نظره. أو في الجدران المصفرة المتقشرة، لاحظوا جدران مصفرة متقشرة دلالة على الفقر اللي هو يعيش فيه، دلالة على المرض، إنه المرض انتقل منه إلى الأشياء التي تحيط به. مصفرة دلالة على قدم هذه الجدران، إنه هو ما بيدهنها ما بيهتم فيها. ومتقشرة ممكن بسبب الرطوبة، إنه هو مفتحش الشبابيك. هذا الرجل اللي إحنا متحدث عنه رجل انطوائي لا يحب الاختلاط بالآخرين. أو ربما في تقاطيع وجهي، ربما في تقاطيع وجهي يعني ملامح وجهي، عيوني، مناخيري، فمي، الآن لحيتي، ممكن بعض التجاعيد في وجهه أو الخطوط التي ممكن شامة أو خالي إلى آخره. إذن هي تحملق إما في السقف أو في الجدران، بتحس إنها بتتفرج على السقف بس صافنة، أو بتتفرج على الجدران، أو ممكن ربما يعني من الممكن أنها تنظر تدقق النظر إلي أنا في وجهي، ولا سيما خاصة، إذن ولا سيما بمعنى خاصة، تلك الأخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خدي. الأخدود هو الوادي بين جبلين أو الحفرة، تلك الأخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خدي، يعني الخطوط، يعني الآن هاي وجهه مثلا، لو فرضنا الأخاديد اللي هي الخطوط اللي بتكون هيك بس بالجبين، وهون ممكن يكون في خطوط، دلالة على ممكن يكون على كبر السن، دلالة على عدم التبسم أحيانا، يعني الإنسان دائما غاضب بتحس إنه وجهه مليان بالتجاعيد وبالخطوط التي تدل على غضبه المستمر. إذن وصلنا إلى أن حسني نحلل ما كنا قد تناولناه. الآن هذا الكاتب كان، أو البطل الموجود في قصتنا، كان مريضا، شفي من مرضه، جاء أحد أصدقائه إليه واسمه حسني وأهداه نبتة. هذه النبتة هي محور قصتنا التي سنتحدث عنها. هو يقول أنه لا يحمل حسني المسؤولية، وحسني قد أعطاه كيف يهتم بهذه النبتة. الآن كان يعتقد أن هذه النبتة مثلها مثل أي شيء موجود في غرفته، مثل الطاولة، المكتب، إلى آخره، الكرسي وهكذا. لكنه بعد ذلك اعتقد أنها ستشكل عنده مشكلة، لأنها صامتة، وهو يعتقد وكأنها تمعن النظر أو فقط تنظر إلى سقف الغرفة أو إلى الجدران أو حتى إلى وجهه لتحلل في هذا الوجه. طيب، الآن معاني الكلمات الموجودة في هذا المقطع: اقتحمت حياتي بمعنى دخلتها عنوة وقوة دون أن يريد، يعني اقتحام بمعنى الدخول الإجباري، دخول إجباري. الإملاء بمعنى الإلزام، عندما قلنا بما يشبه الإملاء أنه شرح لي بحرصه المعهود، وبما يشبه الإملاء، الإملاء معنى الإلزام. السأم بمعنى الملل والضجر، لذلك يقول الشاعر: سئمت تكاليف الحياة، بمعنى مللت وضجرت منها، فمن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. مسمرة، إذن مسمرة بمعنى مثبتة أو ثابتة. القاتم بمعنى المظلم، القاتم بمعنى المظلم. طيب، الآن تقاطيع وجهي بمعنى ملامح، تقاطيع بمعنى ملامح، الأخاديد بمعنى الحفر، الجبهة مقدمة الرأس أو الجبين، هذه هي الجبهة، إذن الجبهة الجبين أو مقدمة الرأس. الآن هنالك بعض الكلمات التي يجب أن نعود إلى المعجم أيضا. قلنا تحملق، تنظر بشدة، أو تدقق النظر، أو تمعن النظر، تنظر بشدة. طيب، عد إلى الفقرة الرابعة من هذا المقطع واستخرج منها ما يقارب في المعنى كل كلمة من الكلمات الآتية: ملامح تقاطيع أخذناها في المعاني، الحفر الأخاديد أخذناها، وثابتة أيضا مسمرة أخذناها. الجذر اللغوي لكلمة السأم السائمة. الآن هنالك جذور مهمة، طبعا لماذا وضعت الجذر السأم وحدها؟ لأنها مطلوبة في أسئلة الدرس، لكن هذه الجذور هي غير موجودة في أسئلة الدرس، لكن هي حتى تقوموا يعني بحفظها، بحيث لو طلب منكم أن تكتبوها تقوموا بكتابتها. الجذور
ضاق ضيق تحدت حدوى حياتي حيايا ساء سواء برئ. لاحظوا الجذور كلها أنا قد كتبتها دون وضع حركات، لأن الجذر ليس مهما فيه كتابة الحركات، لكن هنا أنا وضعت حركات لأنها هكذا أجيبت بدليل المعلم، وبالتالي نحن نلتزم بما قد جاء في دليل المعلم حتى نحصل العلامة العالية. نأتي إلى أسئلة الفهم والتحليل الواردة في الكتاب والتي تتعلق بهذا الدرس، يعني بهذا المقطع، آسف، المقطع الذي قمنا بشرحه. مما استوحى القاص عنوان قصته؟ يعني من وين جاب اسم القصة اللي هو رسم القلب؟ من وين جابها؟ جابها من شكل النبتة التي أهداها إليه صديقه لأنها تشبه رسم القلب. إذن مما استوحى القاص، يعني من وين جاب اسم القصة؟ جابها من شكل النبتة التي أهداها إليه صديقه لأنها تشبه رسم القلب. طيب، ثمت بمعنى هناك، ثمت بمعنى هناك، رباط ود، ود يعني حب أو محبة، متين يربط القاص بصديقه حسني، يعني هناك علاقة حب موجودة بين حسني اللي هو صديق القاص والقاص نفسه. دلل على ذلك. شو يعني دلل؟ يعني أعطيني دليل من النص. انتبهوا، دلل على ذلك بمعنى أعطني دليلا من النص. تعاطف حسني مع القاص خاصة وقت مرضه وزيارته. إذن أول شيء تعاطف معه، اثنين زاره، ثلاث أحضر له هدية وهي النبتة التي تشبه رسم القلب ملفوفة بالورق والشبر دلالة على اهتمامه. إذن بده أول نقطة مما استوحى من شكل النبتة اللي أهدى إياها حسني. طيب الآن خليكم معي، شو الدليل على أنه في رباط حب وود بين القاص وحسني؟ الدليل على ذلك أولا أن حسني قد تعاطف معه، ثانيا طبعا وقت مرضه، أنه قد زاره، ثالثا أنه قد أحضر له هذه الهدية وهي النبتة التي تشبه رسم القلب ملفوفة بالورق والشبر. طيب بما اتسمت؟ اتسمت يعني اتصفت أو لها خصائص إلى آخره. نظرة القاص الأولية إلى النبتة، يعني من اللي قرأناه شو كانت النظرة الأولى للنبتة اللي أحضرها حسني إله اللي بتشبه قلوب الحب؟ رأى فيها مجرد واحدة من موجودات الغرفة مثل الكرسي والطاولة والمدفأة والخزانة أو حتى إطارات الصور على الجدار، ولم يشعر بضرورة وجود علاقة حب أو بغض بينه وبينها. يعني هو شافها زيها زي أي إشي في الغرفة، ما فيش داعي يكون بحبها أو بكرهها، هي إشي موجود وكأنها كرسي وكأنها طاولة أو غير ذلك. طيب الأسئلة التي هي من أسئلة التذوق الجمالي الموجودة في هذه هذا المقطع من القصة. أبدأ القاص في القصة براعة في التصوير، هاتي أربعة من الصور الفنية ووضحها. الآن الصور التي أنا قد اخترتها هي الموجودة في دليل المعلم، ولذلك يكون التركيز عليها. نبتة تحملق في سقف الغرفة القاتم. لاحظوا، صور النبتة هذا المشبه إنسانة تنظر بشدة إلى سقف الغرفة القاتم، هذا المشبه به. إذن صور النبتة إنسانة تنظر بشدة إلى سقف الغرفة القاتم. طيب الآن إذن صور النبتة بإنسانة تنظر إلى سقف الغرفة القاتم، هذه الصورة الفنية الأولى. أيضا عندما قال تلك النبتة التي تحدت وحدتي واقتحمت حياتي، طبعا هو بده، انتبهوا علي، هو بده أربع صور من النص كله. الآن إحنا المقطع اللي بين إيدينا في صورتين مهمات، تلك النبتة التي تحدت وحدتي واقتحمت حياتي، صور النبتة إنسانة تقتحم خصوصية القاص وتتدخل في شؤونه وتتحدى وحدته. طيب ما دلالة كل من؟ انتبهوا للدلالة، حفظ حرفي حفظ حرفي حفظ حرفي، لا تنسوا. تحملق في سقف الغرفة القاتم وفي الجدران المصفرة المتقشرة، دلالة على سوء الأوضاع المادية للقاص. إذا قلنا الفقر، أوضاعه المادية صعبة، معوش يدهن، معوش ينظف إلى آخره. الأخاديد المتقاطعة في جبهتي وخدي، كما قلنا في الشرح، دلالة على التقدم في السن، إنه كبير بالعمر. وظف القاص عناصر الحركة والصوت واللون في القصة. إذا في عنا عناصر حركة وعناصر صوت وعناصر لون. الآن هاتي مثالا لكل منها. اللون في الجدران المصفرة، لاحظوا اللون، سقف الغرفة القاتم مثلا. الآن إذا أنا عندي في هذا المقطع لون، عندي لون
لسه ما اتت الحركه، الحركه راح تيجي كمان شوي لانه النبته راح تبلش تنمو في الغرفه، وبالتالي هون في حركه وممكن في صوت لانه انكسر الساق تبعها فطلع صوته الى اخره. هذا راح ناخذه لما نكمل قراءه القصه. بين القيمه الفنيه لها في النص لايش؟ يعني بين القيمه الفنيه لعناصر الحركه والصوت واللون. هذا السؤال باء مرتبط بالسؤال الف. هاتي مثالا لكل منها اللي هي العناصر، هيها شايفينها العناصر الحركه والصوت واللون. سالني اول شيء حكى لي اعطيني مثال، اعطيته على اللون في هذا المقطع. بين القيمه الفنيه لها في النص. القيمه الفنيه بنحفظها حرفي زي ما هي كمان، سواء كان بده عن حركه او لون او عن صوت الى اخره. تقريب المعنى في نفس المتلقي، اذا تقريب المعنى في نفس المتلقي والتاثير فيه ونقل افكار القاص بصوره اوضح واصدق. اذا تقريب المعنى في نفس المتلقي والتاثير فيه ونقل افكار القاص بصوره اوضح وادق. اشر الى المواضع التي ظهرت فيها المشاعر الاتيه. يعني الان ممكن يحكي لي ما المشاعر، هسه السؤال بيجي بطريقه مختلفه ممكن في الوزاره، المشاعر التي تظهر في قول الكاتب، بكتب لي الجمله فانا بدي اعرف شو المشاعر. بدي هنا في المقطع في عندي مشاعر الدهشه والاستغراب. ما الذي يجذبني الى مجرد نبته مسمره مثل التماثيل النحاسيه او البلاستيكيه تحملق في سقف الغرفه القاتم او في الجدران المصفره المتقشره او ربما في تقاطيع وجهي، ولا سيما تلك الاخاديد المتقاطعه في جبهتي وفي خدي. اذا الدهشه والاستغراب، المشاعر هذه الدهشه والاستغراب تظهر في قول الكاتب او القاص. ما الذي يجذبني الى مجرد نبته مسمره مثل التماثيل النحاسيه الى اخر هذان او الى اخر هذين السطرين. وفي النهايه اقول اننا قد انتهينا من شرحنا للمقطع الاول من درسنا رسم القلب. نكمل ان شاء الله في حصه لاحقه. شكرا لحسن اصغائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.